مشاهدينا في كل مكان صباح الخير، بنصبح عليكم مع يوم جديد مليان بكل الخير والامل لكل مشاهدينا. ودائما ما نؤكد ان بالعمل وبالعمل فقط نصل الى ما نصبو اليه ونحقق ما نتمناه من تقدم ورفعه لهذا الوطن. مشاهدينا، يمكن البلاد كلها بتستعد لمؤتمر الشباب القادم، المؤتمر الوطني للشباب اللي هيعقد ان شاء الله بدءا من الغد وبعد غد بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويمكن هذا المؤتمر دائما ما بيقدم الجديد ليس على مستوى الشباب المصري فحسب وهو القوة الدافعة لكل مقدرات هذا الوطن، بل على مستوى الوطن بيكون هناك مناقشات للعديد من القضايا الهامة جدا اللي بتهم الوطن، واللي بيكون للشباب دور كبير جدا في وضع بعض الرؤى اللي بتلقى كل الاهتمام من القيادة السياسية ومن ثم تدعمها وتنفذ العديد من القرارات والتوصيات. إذا نحن على موعد مع مؤتمر وطني جديد للشباب، إن شاء الله يكون في العديد من الأمور الخيرة التي تهم هذا الوطن. مشاهدينا، زي ما تعودتم معنا كل يوم اثنين مجموعة من الفقرات المتنوعة، حديث حول المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والكثير من القضايا الهامة التي تتعلق بهذا الموضوع وتقدم مصر وتنمية مصر في كل المجالات، ومن ثم أيضا هذا التقدم بيكون بيلقي الضوء على حقوق الإنسان التي يتمتع بها المواطن المصري. ده هيكون من خلال لقائنا مع الأستاذ حافظ أبو سعد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. فقرتنا الرياضية النهاردة لن تكون مع الساحرة المستديرة، ولكن مع ساحرة أخرى مستديرة، هي كرة اليد وإنجازات لمنتخب مصر للشباب تحت 21 سنة اللي قدم العديد من المباريات على مستوى فني وقوة. يمكن احنا فاجئتنا احنا كمصريين من ذهاب هذا المنتخب وهو غير مصنف يمكن للمراكز الأولى، وإذا به يحقق الإنجاز والفوز تلو الآخر ويصل إلى المربع الذهبي، ويمكن بفارق قليل جدا أمام المنتخب الفرنسي بيذهب للميدالية البرونزية وحقق الفوز على المنتخب البرتغالي القوي فارق 10 أهداف. هنتحدث عن منتخب مصر للشباب لكرة اليد وحصوله على المركز الثالث على العالم في مفاجأة كانت أو أسرت كل من تابع ومحب لكرة اليد، بل من محب للرياضة بشكل عام. هيكون لنا حديث في هذا الموضوع مع كابتن يحيى السيد المعلق الرياضي الكبير لكرة اليد. مشاهدينا، زي ما تعودتم معنا قراءة سريعة في أهم أخبارنا، نلتقي بها بعد الفاصل. مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم معانا مرة تانية. قراءة سريعة في أهم أخبارنا معكم اليوم. الرئيس السيسي يهنئ منتخب شباب اليد لحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب الشباب لكرة اليد لحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم في إسبانيا، وأشاد الرئيس بالأداء الرفيع لكافة أعضاء المنتخب بقيادة جهاز فني وطني ليجسدوا نموذجا لقوة وعزيمة هذا الجيل من شباب الوطن وقدرته على تحقيق الإنجازات. صرح بذلك سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. الحكومة تطوير 9 مناطق حرة ب3 مليارات جنيه و13 منطقة استثمارية تحت الإنشاء. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف إنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. وخلال الاجتماع استعرضت الوزيرة مميزات العمل بالمناطق الحرة، وأن المناطق الحرة القائمة الجاري تطويرها هون يبلغ عددها 9 مناطق بتكلفة 3 مليارات جنيه. وأشارت الوزيرة إلى المناطق الاستثمارية تحت الإنشاء بواقع 13 منطقة استثمارية. البنك الدولي يشيد بدور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في توفير وحدات لمحدودي الدخل. قالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن البنك الدولي أشاد في تقريره الذي أصدره بالدور الهام الذي يقوم به صندوق الإسكان الاجتماعي، ومن خلال توفير وحدات إسكان اجتماعي لمحدود الدخل ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي الذي قامت الحكومة المصرية بإطلاقه عام 2014 بهدف تنفيذ 1 مليون وحدة سكنية لمحدود الدخل.
إشادة برلمانية بعودة المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة. أشاد نواب البرلمان وأحزاب بعودة المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، وأكدوا أن مؤتمرات الشباب وبحضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فرصة كبيرة لتبادل الآراء حول أهم القضايا التي تهم قطاع الشباب والدولة المصرية. استعدادات مكثفة للعيد، الزراعة تعلن الطوارئ ب 482 مجزر لحوم لتأمين سلامة المنتج بالأسواق، وحملات بيطرية وإلغاء راحات وأجازات الأطباء وتوفير الأختام، وخط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين ورقابة على محلات الجزارة. وزير الأوقاف يشكل غرفة عمليات برئاسة طايع استعدادا لعيد الأضحى. شكل وزير الأوقاف غرفة عمليات استعدادا لعيد الأضحى المبارك برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، وتتضمن مهام غرفة العمليات الإعداد الجيد لساحات وصالة العيد قبل حلول عيد الأضحى المبارك. وزير الأوقاف يشكل غرفة عمليات برئاسة طايع كما أشرنا في هذا الخبر سابقا، والتخطيط تختتم برنامج التواصل والتناغم مع فرق العمل بالتعاون مع الإمارات. اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة البرنامج التدريبي بعنوان التواصل والتناغم مع فرق العمل، والذي عقد في إطار التعاون المشترك بين حكومتي مصر والإمارات. الأربعاء بدء تنسيق الجامعات للمرحلة الثانية لمدة 5 أيام. حدد مكتب تنسيق القبول بالجامعات يوم الأربعاء 31 يوليو الجاري لبدء أعمال المرحلة الثانية، وتستمر أعمال التقديم حتى يوم 4 أغسطس المقبل. الدكتور أشرف زكي يطلق فعاليات مهرجان فنون الأداء بأكاديمية الفنون. أعلن الدكتور أشرف صبحي رئيس أكاديمية الفنون بدء فعاليات مهرجان الفنون الأول بعنوان فنون الأداء الحركي، والذي يعد بمنزلة البدء في تكريم الرواد الأوائل في هذا المجال، حيث تكون دورة المهرجان معنونة باسم دورة الدكتور عصمت يحيى. جامعة القاهرة تواصل فعاليات معسكر قادة المستقبل. تشهد قاعة أحمد لطفي السيد بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة لقاءات فكرية وحوارية مع كبار الإعلاميين والمفكرين مع طلاب الفوج الخامس من معسكر قادة المستقبل حول مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري. سوهاج للفنون الشعبية تبهر الجمهور في بلغاريا. شاركت فرقة سوهاج للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة في فعاليات مهرجان الفولكلور الدولي في فولكلور ترانوفا ببلغاريا، وذلك بحضور السفير مؤيد الضلعي سفير مصر في صوفيا وعدد كبير من الدبلوماسيين والجالية المصرية والعربية ببلغاريا. البحوث الفلكية غرد ذي الحجة الجمعة المقبل فلكيا ووقفة عرفات 10 أغسطس. كشف الدكتور جاد محمد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذو الحجة للعام الهجري الحالي ستوافق فلكيا يوم الجمعة المقبل، وعليه فإن وقفة عرفات ستكون يوم السبت الموافق 10 أغسطس المقبل. من أخبار رياضة، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز على الزمالك بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز. وكان الأهلي قد حسم لقب الدوري في الجولة قبل الأخيرة بعد تغلبه على المقاولون العرب بنتيجة 3-1. حقق الأهلي العديد من الأرقام بعد الفوز بالقمة والتدويج بالدوري العام، من أن الأهلي أكثر تحقيقا للفوز هذا الموسم بعد نجاحه في تحقيق 25 فوز على مدار 34 جولة من عمر المسابقة. وحسام عاشور قائد الفريق يساهم في تحقيق لقب الدوري للمرة 12 في تاريخه، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ المسابقة تحقيقا لدرع الدوري مع فريق واحد. من أخبار الطقس معنا اليوم، اليوم معتدل على السواحل الشمالية حار ورطب على القاهرة. درجات الحرارة المتوقعة اليوم: القاهرة العظمى 36، الصغرى 24، الإسكندرية 32-25، بورسعيد 31-25، رفح 31-23، كاترين 29-20، وشرم الشيخ 37-29، بني سويف 36-23، أسوان 42-29، الوادي الجديد 41-23، وحلايب 36-28. مشاهدينا كده بنكون وصلنا لنهاية قراءتنا لأهم أخبارنا اليوم. بندعوكم بعد الفاصل لأول لقاءاتنا، فانتظرونا من صباح عليكم.
مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم معنا مره ثانيه. بنتواصل معكم على الهواء مباشره، واول لقاءاتنا وحديثنا على واحد من الموضوعات الهامه ويمكن اللي اثار يعني كثير جدا من البهجه داخل الاوساط، خاصه اوساط المجتمع المدني، بالتوجيه الذي وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي لاصدار ايضا ومراجعه قانون الجمعيات الاهليه اللي هيساهم بشكل كبير جدا في زيادة فاعلية العمل الأهلي في مصر، اللي بيخدم العديد جدا من القطاعات وبيكون مساند لدور الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين، يمكن في أماكن قد تكون بعيدة إلى حد ما عن هذا الاهتمام. هي في النهاية العمل الأهلي هو عامل مساعد بيساعد الدولة على أداء دورها الإيجابي. قانون الجمعيات الأهلية أهم بنوده، توجيه السيد الرئيس بالمتابعة والإصدار، كل هذه الأمور بنثيرها معكم من خلال لقائنا مع الأستاذ حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. أهلا بك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير. صباح الخير. أول ما ابتدينا نتكلم الجو بقى أحسن شوية. الجو بقى أفضل صح. حاسس الشمس دي مش عارف نعمل فيها حاجة. أيوه. أستاذ حافظ، بداية عايزين ندي الصورة للسادة المشاهدين عن ما هي قانون الجمعيات الأهلية. قانون الجمعيات الأهلية هو القانون المنظم لعمل المؤسسات الأهلية، سواء الجمعيات أو المؤسسات التي تعمل في المجالات التنموية والاجتماعية والحقوقية، وهو قطاع كبير في مصر، 57,000 جمعية آخر رقم صدر عنه وزارة التضامن، وبيعمل في كل المجالات، في المجالات التنموية والصحية والخدمية والتعليمية والحقوقية، وبالتالي هو قطاع مهم وفي اعتماد عليه على مستوى في العالم كله، في قطاع الثالث او قطاع المنظمات الاهليه جنب القطاع الخاص جنب قطاع الدوله بيلعبوا دور في خطه التنميه المستدامه بشكل عام. في خطه التنميه المستدامه موجوده او اهداف التنميه المستدامه 2030، مصر عندها هذه الاهداف، جزء من مكونات خطه التنميه المستدامه المجتمع الاهلي. كان اهم عائق لهذا امام هذا الدور المأمول من المجتمع المدني كان قانون الجمعيات الاهليه، كان قانون مقيد وكان بيصادر العمل الاهلي وكان بيعمل فيه تدخل كبير جدا من جهه الحكومه بجانب العمل الاهلي، وبالتالي بيفقدوا اهم قيمه ليه اللي هو مرونته كمجتمع مدني غير متحكم فيه من قبل الحكومه، بعيد عن الاجراءات الرسميه القويه، وفي نفس الوقت هو بيخضع لاشراف الدوله والحكومه، وبالتالي ما هوش في خطر يعني فيه. القانون الاخير 70 لسنه 2017 كان فيه اعتراض عليه من كل الجهات، حقوقيه وتنمويه وخيريه وداخلي وخارجي، وبالتالي لما الرئيس في لقائه مع الشباب في شرم الشيخ اثير موضوع ان قانون الجمعيات مقيد العمل الاهلي، فوجئنا بان الرئيس عالم وعارف بان هذا القانون مقيد، انه قال ايوه فعلا. ازاي مقيد؟ يعني هو المفروض القانون الهدف الاساسي من صدور القوانين تنظيم العمل، ومن ثم التسهيل يعني. صحيح. لا، ده قانون كان مثلا عامل كل انشطه الجمعيات تديرها لجنه. لو قلت لك الوزارات المكونه فيها لا مستحيل تجتمع، يعني وزاره الدفاع، وزاره الخارجيه، وزاره الداخليه، وزاره التضامن الاجتماعي، ووزاره العدل، والمخابرات العامه، والرقابه الاداريه، يعني مش يعني مجموعه اجهزه ومؤسسات ما تفهمش يعني اللي حطهم في القانون ده حطهم ليه بعيد عن اختصاصاتهم. وبالتالي والاختصاص الاصيل هو وزاره التضامن. بالظبط. عشان كده رجعنا مره ثانيه في هذا القانون في الحقيقه، والرئيس اللي تبعيه وزاره التضامن لوزاره التضامن، وده الرئيس اللي هو قال عشر بيه. لأن الرئيس قال لك القانون ده اتعمل كان في وقت كنا في بنك، يعني في رهبه، في خوف. الامن هو الهاجس الاساس، وده صحيح. 2013 كان عمليه التمويلات طبعا هذا كده، التمويلات والاستخدام المنظمات الارهابيه وكذا. فالرئيس يعني انا مقدرا الظرف اللي اتزرع فيه هذا القانون، لكن كان في ضروره عشان نعمل اطلاق للمجتمع المدني ان احنا نرجع مره ثانيه للمظله اللي هي المظله، ونعمل التوازن اللي هو فكره قانون يسهل العمل الاهلي، وفي نفس الوقت في اشراف حكومي، عشان برضو الناس تبقى مطمئنه انه في حاجه اسمها الوحده المركزيه داخل القانون. هذه الوحده بتعمل اشراف مالي واداري، هذه الوحده عندها ضبطيه قضائيه، هذه الوحده هتشتغل على شكل مركزي وفي كل مدينه، وبالتالي فالاشراف موجود، انما في حريه كبيره للمجتمع ده. في عندك في التاسيس بالاختيار، وبالتالي انشانا اشكال جديده من الجمعيات ما كناش نعرفها، يعني كان منظمات مصريه لها فروع في الخارج ما كانش موجود، فادينا الفرصه دي. انه تقول لي ليه؟ اقول لك في مصريين في الخارج وانا عايز اقدم لهم الخدمه، عايز يبقوا في تشبيك بيننا وبين منظمات دوليه، ف
فمطلوب عندي مؤسسات دولية عايز ابقى موجود فيها، في جنيف، في مقر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لازم عندي منظمات موجودة هناك، في نيويورك، في بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي، وهكذا. فأنا لازم أبقى عندي تشبيك مع المنظمات الدولية. كمان إمكانية إنشاء منظمات دولية داخل مصر، ما كانش عندنا هذا الموضوع، ما كانش فيه إمكانية إنك تنشئ منظمة دولية مقرها مصر. فده اتحط في القانون. التمويل، ودي أهم نقطة في الحقيقة، يعني التمويل عملنا الآتي، يعني خلينا التمويل من داخل مصر بالإخطار، ما عدا التصريح بجمع المال، لازم تصريح، بمعنى اللي هي حملات جمع المال لابد من ترخيص جمع مال من وزارة التضامن، يجدد سنويا. ثم التمويل الخارجي خلال 60 يوم تاخد الموافقة أو الرفض. خدت الموافقة خلاص تصرف، ما خدتش الموافقة تقدر تروح تلجأ للقضاء، لكن لو عدى 60 يوم بيعتبر موافقة. ده معناه إنه، وده الطبيعي في المسائل، ودي برضو تسهيلة مهمة جدا. كمان نقطة مهمة توضح قد إيه المشرع عايز يشجع العمل الأهلي، إلغاء العقوبات السالبة للحرية في القانون. ده كان أنت عندك العقوبات 5 سنين، سنتين، سنة، 6 أشهر. لإيه بقى؟ لأي؟ أديك مثل عشان تعرف يعني قد إيه كان متشدد. اللي ينقل مقر الجمعية وما يخطرش الجهة الإدارية خلال 3 أشهر سنة سجن. يعني حاجة إدارية، يعني ما أخطرتكش النهاردة هخطرك بكرة، هخطرك، يعني موضوع، أو تعمل لي غرامة. انما تعمل لي سنه سجن وانت بتتكلم على عمل اهلي، بتشجع فيه المجتمع المدني والشخصيات العامه والمواطن المصري اللي عنده شويه وقت يديه في جمعيه اهليه، تقول له لا ده انت ممكن تتسجن، مش هيشتغل. فاحنا بنشجع الناس دلوقتي، قلنا ايه العقوبات السابقه الحريه مش موجوده، فدي النقطه. يعني ممكن يكون في غرامات؟ لا، في غرامات موجوده. ما انت عندك نوعين من العقوبات، عندك عقوبات اداريه بمعنى ان انا الزم الجمعيه انها تغير القرار، او ان انا اعمل غرامه ماليه على الجمعيه لو انه، وتلزم برضه بس اقول لك في عقوبه لانك عملت شيء مخالف، بس العقوبه هنا ايه؟ غرامه ماليه. تمام. فانا اقصد اقول لك طبعا القانون اهم حاجه فيه ان يكون له جزاء، يعني أهم شيء يميز القانون ان يكون فيه جزاء. فالجزاء هنا احنا بنتكلم بقى كقانونيين فكره التناسب بين الجريمه والعقوبه. ما تعملش انت مخالفه واروح مديك عقوبه الجنايه. لا، هي المخالفة يبقى عقوبة المخالفة على قدها، يعني على قدها بالظبط. فاحنا اتكلمنا على دي اهم حاجة، يعني دي مستحدثة من خلال القانون. ده جديدة، لا كل القوانين كان فيها سجن، لكن ده كان موجود في واهم حاجة ان بقت الجهة المنوط بها المتابعة والاشراف هي وزارة التضامن، وبالتالي لان هي صاحبة الخبرة. انت بتتكلم على وزارة عندها مديريات التضامن، ليها الياتها اللي موجودة في كل محافظات، في كل مدينة، في مكتب، فعندها موظفين مدربين، لو اديناهم تدريب تاني اكتر، لو اديناهم امكانيات اكتر هيعملوا شغل افضل. وفي جهات رقابيه على الوزاره نفسها، وفي فمن ثم هتبقى على مجلس الشعب نفسه. مجلس الشعب نفسه بيراقب الوزارات والجهات الموجوده. الحاجه الثانيه ان الوحده دي تستطيع انها تستعين باي جهه من جهات الدوله في اي حاله. يعني مثلا من المخاوف اللي موجوده عند الدوله ايه؟ ان منظمه ارهابيه تستغل جمعيه اهليه في جمع تبرعات. دي اهم حاجه دي. طيب دي بقى ايه؟ يقدر يقول لامن الدوله الوقت انتوا ايه رايكم في الموضوع ده، يقدر يقول للشرطه ايه رايكم في الموضوع ده. فتبقى الوزاره هي اللي بتخاطب الشرطه والدوله بتخاطب دوله. ايوه بالظبط. الوزاره هي الغايه، وتديك انت الراي بقى في الاخر. لا احنا بنلغي هذا النشاط، احنا اللي هنعمل يعني تحرياتنا وفحوصاتنا بالزبط. وانت ليك في الاخر لا. الحاجه الثانيه بقى بس مهمه، مش هو ليه لا او لا بس الفيصل هنا القضاء. ليه بقى؟ عشان ادي للجمعيه حق الدفاع عن نفسها. بالظبط. ما اجيش انا اقول لها والله ده انا الشرطه قالت لي ان انتوا ارهابيين او ان انتوا بتاخدوا الفلوس تودوها للارهاب وانا هقفل النشاط على هذا الاساس. لا، انا بقول كده، ده رايي في مذكره. وبنروح للمحكمه، حضرتك تقول دفاعك وانا بقول رايي كجهه اداريه. والمحكمه تفصل. جميل. برضه ده برضه في القانون الجديد. خلاص ما بقاش سيف الرقابه الاداريه او الجهه الاداريه هو على 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 الجمعيات فقط. لا، انا مدي فرصه لحق الدفاع قدام الجهه. اخر نقطه بقى اللي هي فكره الاجانب، احنا مش عايشين لوحدنا، في اجانب موجودين في مصر ممكن يشتركوا في الجمعيات، ممكن يشتركوا في الجمعيات، ممكن يبقوا اعضاء في مجلس اداره، ممكن يبقوا اعضاء في مجلس اداره. فهم رفعوا السقف ل 25%. بس في النقطه دي انا رايي في الايام الجايه مطلوب تعديلها، لانه اذا انا سمحت بمنظمه اجنبيه او منظمه اقليميه في مصر، ففكره ان انا اقول 25% بس اجانب، ده معناه ان انا بدي اغلبيه 75% من المصريين. وده مش هيبقى مقبول في اي منظمه دوليه او يعني اقليميه. يعني ممكن تبقى 50 50، يعني لا ده ممكن يبقى المصريين بس 4 5 من 20 مثلا.
زي المنظمه العربيه مثلا. يعني ممكن تبقى العكس 75. ايوه طبعا. لان انت ليه تاخد انت الميزه دي؟ يعني انت يعني انا كنت نائب رئيس الفدراليه الدوليه لحقوق الانسان وكان عددنا 20 وكان 18 كان 18 حد من بره فرنسا. لو بتتكلم على منظمه دوليه فانت بتتكلم على اعضاء من كل دول العالم يمثلوا. لو بتتكلم مثلا منظمه افريقيه احنا مهتمين بافريقيا فنعمل منظمه افريقيه، فلازم برضو مجلس اداره يعكس هذا التنوع الافريقي والعربي والشمال افريقي وهكذا. وبالتالي دي نقطه هتحتاج تعديل شويه، بس اقصد نقطه خطوه. طبعا احنا كان القانون الاول كام؟ 10%، دلوقتي 25%. دلوقتي 25 ان شاء الله. بس بما ان الامور بيتم تعديلها بهذا الشكل وفي بقى في مرونه بهذا الشكل، اعتقد ان اللي جاي هيكون في لا انا رايي طبعا توجهات الدوله في هذا الاطار ايجابيه وكمان مديه بقى امل للحوار. لان خد بالك برضو اهم نقطه في هذا القانون، لو تيجي تقول لي مش هقول لك البنود، اهم نقطه هو الطريقه اللي تم بتغيير القانون بيها. ليه بقى؟ اول ما الرئيس عمل ادى اشاره للدوله انه نراجع هذا القانون، انطلقت وزاره التضامن في الحقيقه في تجربه تعتبر يعني متفرده باداره حوار وطني داخل مصر ما بين الجامعات الاهليه حول القانون. وعملت 7 اجتماعات على مستوى المحافظات، على مستوى اسكندريه، بورسعيد والسويس والاسماعيليه، الصعيد، شمال الصعيد، جنوب الصعيد، وسط الصعيد، وجمعت التوصيات دي كلها وخرج قانون تقريبا يجمع التوافقات ما بين المنظمات المختلفه. والجهه الاداره برضه عندها وجهه نظر. فهو نتاج الحوار والتفاوض. ودي النقطه الايجابيه اللي في هذا القانون، انه تفاوض ايجابي. اخرج قانون في حاله رضا عام الجهه الحكوميه بالمخاوف اللي عندها، وضعت القواعد اللي تطمنها، والمجتمع المدني حاز على الحريات اللي هو عايزها فيما يخص اداره النشاط، فيما يخص تاسيس الجمعيات، فيما يخص تلقي التمويل، جمع التبرعات، ولكن تحت اشراف جهه الاداره. طب بالنسبه لموضوع الاعفاءات بقى، يعني برضو يعني انا دلوقتي لما اتكلم على عمل اهلي هو في النهايه عمل تطوعي. صحيح. العمل التطوعي لازم ان احنا نحاول ان احنا نسنده علشان يخلق موضوع، يعني فكره التطوع ده في حد ذاته خلقه في المجتمع ده شيء ايجابي جدا. صحيح. تاني حاجه عشان يقوم بدوره ويبتدي يتوسع، فايه اللي بيتم في هذا الاطار؟ بصوا في طبعا بعض الاعفاءات لكن انا رايي مش كافيه ومحتاجه برضو انها تزيد تراجع. يعني يديك مثلا، يعني مثلا هو بيقول شريحه الكهرباء والاستهلاك الكهرباء والاستهلاك الميه تبقى شريحه المنزل. احنا لازم الدنيا اتغيرت، احنا كان زمان عندنا منزلي وتجاري. دلوقتي ما بقاش كده، الاستهلاك بقى حسب حجم الكيلووات اللي انت بتاخده. فلو تخش بشرايح فلازم ادي نسبه خصم. لازم اقول انا هخصم على استهلاك الجمعيات للكهرباء والميه، ده استهلاك المقر. المقر او المقرات، لان خد بالك انت عندك ممكن يبقى عندك انشطه، ممكن عندك يكون في النشاط نفسه اللي بيقوم بيه الجمعيه بيستهلك طاقه مثلا. ايوه طبعا. لا انت عندك لو مستشفى، لو عندك مدرسه، لو عندك يعني في عندك حاجات زي كده. فانا رايي الاستهلاك ده لازم نعمل له مثلا تخفيض 25% 50% 75% زي الانديه الرياضيه. الانديه الرياضيه بتاخد 75%. فاصول يعني ده تشجيع مطلوب. انا رايي ان اللي موجود في القانون بيتكلم على وضع كان قبل تغيير الاسعار فيما يخص الخدمات الاساسيه كهرباء والميه. ده واحدة. اتنين، الضرائب في الحقيقة دي مهمة، لأن هو قال لك إنه 10% من الوعاء الضريبي يمكن أن يوجه للجمعيات وبالتالي يخصم من الوعاء الضريبي، ودي نقطة تشجع الناس على التبرع للجمعيات الأهلية. برضه عايزين نرفعها شوية، بحيث إن أنا لأنه مش لازم أعتمد بس على التمويل الأجنبي، لازم أعتمد على التمويل المحلي بشكل أساسي، لأن ده يطمنا أكتر. يعني كل ما الجمعيات تحصل على تمويلها من المجتمع المحلي مش معناها ضد الأجنبي، لكن أنا بقول ايضا المكون المحلي مهم، ومهم ان احنا نعتمد عليه بشكل اساسي، لان هو اللي مستمر، هو اللي دائم، وهو اللي متاح في ايدينا. وبالتالي ان انا الدوله تشجع على التمويل الاجنبي. طب موضوع اخر مرتبط بتنوع الانشطه اللي بتدخلها الجمعيات الاهليه، يعني ممكن تلاقي نشاط عدد كبير جدا من الجمعيات الاهليه مركزه عليه، ونشاط اخر احنا محتاجين يبقى فيه تركيز، بص تلاقي الجمعيات الاهليه بعيده عنه. العملية التنظيمية الخاصة بالموضوع ده، دي عملية بينية بين الجمعيات، ولا ممكن القانون ده يكون ليه دور فيها؟ لا، القانون عامل حاجة مهمة جدا. القانون أولا عامل داتا بيز أو قاعدة بيانات للجمعيات الأهلية في مصر. أولا ده يساهم في إن ما يبقاش فيه دوبليكيشن أو يعني تكرار للمشروعات زي ما حضرتك بتشير.
الحاجه الثانيه التشبيك، انا لو بعمل حاجه على مستوى مصر فانا ادور على الجمعيات اللي بتشتغل في الصحه النفسيه، في الصحه الانجابيه، في التعليم، في كذا، واعمل تشبيك بيننا وبين بعض، وبالتالي نقدر نعمل استثمار اكبر للموارد واستخدام افضل للموارد. فالداتابيز او قاعده البيانات اللي هتتكلم فيها على الجمعيات وتصنيفها ونوع الانشطه اللي بتعملها وكذا، وفي تقرير نشاط عن كل سنه بتشتغل فيها، ده هيدي مؤشرات سواء لجهات التمويل او سواء تمويل داخلي او خارجي او لوزاره التضامن لتنسيق العمل وضبط العمل، لان برضو ده يدي انه في توجيه اكبر للنشاط في اتجاهات معينه. وبالتالي الداتا قاعده البيانات الاساسيه اللي هتنشا انا اعتقد هتساعد على ان انا ما اخليش في تركيز في مجال واحد، واخلي في تنوع في انشطه يؤدي الى خدمه اكبر للمجتمع. طب احنا بنعاني من ده في مصر؟ انا اعتقد يعني دلوقتي في بعض الحاجات الخيريه واخده يعني جهد اكبر او يعني اتجاه اكبر، لانها سهله انك بتجمع فلوس وتعمل خدمات مباشره يعني اكل شرب كذا، انما اللي محتاج يبقى في جهد اكتر اللي هو مثلا خدمه التعليم، خدمه الصحه بشكل اوسع، خدمه الوعي، خدمه التدريب، التاهيل، الادماج في سوق العمل، يعني دي كلها مجموعه من الخدمات لا زالت محتاجه امكانيات اكبر للنشاط، لان المجتمع محتاج الخدمات دي او النوع ده من الخدمه اكتر من الخدمه الخيريه او الصحيه. يمكن الصحيه اكتر حاجه احنا شغالين فيها، انما اقصد في مجالات اخرى محتاجه توجيه الموارد ليها عشان تبقى اكثر فائده للمجتمع. بس حافظ، طب بالنسبه لهذه المجالات، يعني انت بتتكلم مثلا على جمعيات اهليه بتخدم في مجال الصحه، جمعيات اهليه بتخدم في مجال التعليم، جمعيات اهليه مثلا في مجال محو الاميه، طيب دلوقتي لازم تبقى الجمعيات دي على علاقه مباشره مع الوزارات المعنيه ولا هي كل علاقتها بوزاره التضامن؟ لا، ما هو ده القانون بقى منظم الموضوع ده. انه حضرتك لو بتعمل في مجال مثلا تخصص الصحه، فانت التراخيص المعنيه بالصحه والاشراف الخاص الفني الخاص بالصحه تاخده من وزاره الصحه. يبقى وزاره التضامن هي اللي بتدي الترخيص العام بممارسه العمل. ولكن النشاط نفسه اللي بيتابعه وبيدي الترخيص، زي مثلا عندك جمعيه عايزه تنشئ مدارس، هتاخد الموافقه من وزاره التضامن على انشاء جمعيه لبناء مدارس. لكن لما تيجي تبني مدرسه لازم تروح لوزاره التربيه والتعليم تاخد الموافقه على انشاء المدرسه، لازم تاخد الرسوم بتاعه المدرسه، لازم تاخد اشتراطات البناء المدرسي، ثم اشتراطات الخاصه بالمناهج، ثم الاشتراطات الخاصه بالستاف او العاملين والاداره والموظفين. فانت كل ده هيبقى اشراف وزاره التربيه والتعليم، انما الاشراف الاداري هو لوزاره التضامن. فهنا ده القانون منظم، عشان كده محدد الجهه الاداريه اما انها وزاره التضامن او الوزير المختص في حاله التخصص، زي مثلا بتتكلم في الاسكان يبقى وزير الاسكان، بتتكلم في جمعيه الصحه يبقى وزير الصحه، التعليم يبقى وزير التربيه والتعليم، وهكذا. استاذ حافظ، اخيرا اخر تساؤل بقى هثيره على حضرتك، هو سؤال حول هذا القانون بعد تعديله ومن تم صدوره وتنفيذه. المواطن المصري ايه اللي ممكن يستشعره من خلال دور الجمعيات الاهليه اللي ممكن يتعاظم بعد هذا التعديل؟ انا رايي ان اولا هيدي مجال لزياده النشاط بشكل كبير جدا، نتيجه انه سهوله تسجيل الجمعيه. اي 10 اشخاص يجتمعوا يحددوا هدف معين عايزين ينشئوا جمعيه، بيروح يتوجه لوزاره التضامن بينشئ الجمعيه ويبحث لها عن مصادر تمويل، يعمل ترخيص جمع مال ويشتغل فيه. وبالتالي ده هيديني فرصه ان المواطن المصري باحتياجاته المباشره لو مش مستجابه من قبل الدوله نتيجه قصور في الميزانيه، نتيجه ان ده مش توجهها في هذه اللحظه، فهو يقدر يعمل جمعيه اهليه يخدم نفسه سواء في الصحه، في البيئه، في التعليم، في اي خدمات هو محتاجها، فهيشعر بده. النقطة الثانية تمدد المجتمع المدني لكل القطاعات وكل المجتمعات، وبالتالي هيبقى الأثر باين وبشكل كبير جدا. عندنا جمعيات فعلا نشاطها واضح، يعني في الصحة يمكن أبرز مثال في هذا الأمر المستشفيات الخيرية اللي موجودة أو الصحية اللي بتأدي الخدمة مجانا في مرض السرطان ولا مرض كذا، أنا أعتقد ده نموذج. عندك مستشفى الحروق دلوقتي، فمصر متميزة في هذا الأمر، فأعتقد المواطن هيشعر بقدرة المجتمع المدني على تقديم خدمة ليه بشكل أكبر وأوفر. الحاجة الأخيرة اللي هو الشغل مع خطة التنمية للدولة، لأن الدولة هتعتمد على عدد من الجمعيات الأهلية في تنفيذ النشاطات التنموية. الأستاذ حافظ أبو سعيد، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بشكر جدا لهذا اللقاء يا فندم، مزيد من التوفيق فيما هو قادم. مشاهدينا، بعد الفاصل نلتقي فقرتنا الرياضية، واليوم مع كرة اليد، فانتظرونا من صباح عليكم.
دول ولادها، دول بناتها، دول حياتها. مصر دي أمانة في إيديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم، نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابها، هم دول ولادها، مشاهدينا في كل مكان اهلا بكم معانا مره ثانيه. انجاز كبير لكره اليد المصريه مع فريق الشباب تحت 21 سنه، واحرزوا البرونزيه بطوله العالم يمكن في البطوله المقامه في اسبانيا. ويمكن هذا الفريق لما ذهب لهذه البطوله مش هنقول ان هو كان مصنف، يعني كنا بنتكلم على ان هو يتاهل للدور التالي في البطوله من خلال افضل اربع فرق او اربع منتخبات في مجموعته، لانها كانت مجموعه قويه جدا ومعاه فرق عتيده وقويه زي فرنسا وزي السويد وزي غيرها من الفرق اللي كانت قويه جدا في هذه المجموعه. ولكن المفاجاه بدات بتوالي الانتصارات من فوز لفوز لفوز حتى يتصدر المجموعه، ومن ثم يفوز على صربيا والنرويج ويدخل الى المربع الذهبي ويتعثر مع فريق فرنسا حامل اللقب بفارق ضئيل جدا، ثم يفوز على البرتغال ويحرز البرونزيه. هذا المشوار حديث عن فنيات كثيره مرتبطه بهذه البطوله. مشاهدينا يكون معنا في هذا اللقاء المعلق الرياضي الكبير اللي وحشنا جدا لكره اليد كابتن يحيى السيد، اهلا بك معنا. اهلا بك كابتن يحيى. يعني من متابعتك طبعا وخبرتك الكبيره في عالم كره اليد، هذا الفريق هل كان متوقع لي الوصول لهذا هذه المكانة؟ الأسماء اللي بدأت مع هذا الفريق، الأندية اللي خرج منها هذا الفريق، يعني ادينا صورة كاملة، لأن هو بالنسبة لنا فاجئنا احنا كمصريين قبل ما يفاجئ العالم. شوف يا أستاذ هاني، هو على المستوى العالمي والإفريقي والعربي كرة اليد المصرية لها مكانة ولها سمعة معروفة جدا، والكل بيعمل حسابها، حتى الدول الأوروبية، حتى الفرق الأوروبية. أنا أذكر يعني يمكن في السبعينات والثمانينات لما كنا نطلب الاحتكاك مع أي منتخب أوروبي أو فريق أوروبي كانوا يطلعوا لنا أعذار كثيرة جدا للاعتذار علشان ما نشتغلش معاهم أو ما نتدربش معاهم. النهاردة إحنا بنرفض طلبات كثيرة جدا من الدول الأوروبية وغيرها لأنهم عايزين يحتكوا بينا، لان انت بقالك اسم، بقالك سمعه، بقالك مكان على خريطه كره اليد في العالم. يعني انت اولا يعني متربع على كره اليد الافريقيه، سواء رجال سواء شباب، سواء النهارده شابات كمان، لاول مره بتطلع الشابات النهارده. انت عندك فريق الانسات هيلعب في بطوله العالم القادمه، فبقى ليك سمعه وليك اسم. ف ما نقدرش نقول احنا ما كناش متوقعين، لا، احنا رايحين هذه البطوله بإعداد جيد، بفكر متقدم جدا، بتوفير كل الإمكانيات علشان هذا المنتخب يؤكد سمعة مصر عالميا في 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 كرة اليد. اتوفر له كل ما يمكن أن يتم توفيره من إعداد جيد، من اختيار جيد للاعبين، من معسكرات داخلية وخارجية، من اختيار مدرب كفء الحقيقه. يعني 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 ما نقدرش نقول ان اختيار المدرب كان فيه شيء من المجامله، لا في سي في كابتن اشرف طبعا فروس. طبعا لاعب وحكم ومدرب ومعلق يعني ما لا، وكمان عامل مع فرق في الدوري يعني ما كانتش معروفه في عالم كره اليد. تمام، عامل نتائج قويه جدا بالظبط كده. فكل العوامل دي بتخليك يبقى انت في رؤيه انك انت هتعمل حاجه. وفعلا احنا لاول مره، هو طبعا عشان ندي فكره عن البطوله كانت من 24 فريق فيها اربع مجموعات، كل مجموعه ست فرق. احنا كسبنا الخمس مباريات بتوعنا في المجموعه،
وطلعنا على رأس المجموعة دون خسارة. يعني ما خسرناش ولا ماتش ولا تعادلنا ماتش. وغلبنا فرنسا اللي هي غلبتنا بعد كده. ايوه بس طبعا مش عايزين نعمل مقارنة. ده اللي أثار تساؤل الناس. أيوة يعني انت غالبهم. لا المقارنة مش مظبوطة. انت لعبت فرنسا بطلة العالم على فكرة البطولة اللي فاتت. هي حامل اللقب. انت لعبت فرنسا في الدور التمهيدي. وكسبتها فرق 5. مش بالضرورة فنيا انك لما تلعبها في الدور قبل النهائي تكسبها فرق 5 او حتى تكسبها فرق 1. طيب انت كسبتها في اول 5 دقايق كانت النتيجة 4-1. انت كنت متقدم 4-1. بس في عوامل كتير هنتكلم فيها بعدين. أيوة بعدين صح. يعني مهم في عوامل كتير اثرت على النتيجة تتحول لصالح الفريق الفرنسي. طارق محروس طبعا ادى دور عظيم جدا جدا مع الفريق. اللعيبة الجيل ده بيفكرنا بجيل 93 يا استاذ هاني. جيل 93 اللي فاز ببطولة العالم في مصر. في مصر وفضل يدينا لغاية 2001 في فرنسا لغاية لما طلعنا لأول مرة رابع العالم في 2001 في فرنسا. الجيل ده بيفكرني بالظبط بجيل 93. الجيل ده يقدر يخدم كرة اليد المصرية من 7 إلى 10 سنين قادمة. لأن فيهم 5 ولاد عندهم 18 و19 سنة. يعني احنا بطولة العالم اللي هتتعمل في مصر 2021 ايوه هيكون لنا شكل مختلف فيها؟ اكيد. يعني على الأقل في 5 لعيبة من دول أو 6 هيكونوا ضمن العناصر الأساسية في الفريق الأول. احنا كسبنا حارس مرمى. كسبنا حارس مرمى متميز جدا. طول عمرنا كنا يعني بنفتخر بحمادة النقيبي ومحمد الروبي وأيمن صلاح والله يرحمه طبعا مسعد عباس. إنما احنا النهارده كسبنا حراس مرمى بينضموا لقائمة حراس المرمى الدوليين عندنا. وطبعا كاتونجا يعني كسبنا ولاد وكسبنا لعيبة. بس احنا محتاجين للآتي بقى. محتاجين ان الولاد دول مزيد من الرعاية بالنسبة لهم، نحوط عليهم اكتر، نوفر لهم كل الامكانيات المادية والفنية، ونوفر لهم فرص للاحتكاك الخارجي والداخلي قدر المستطاع. يعني انا بتصور ان علشان نخلق منتخب قوي للمنافسة عالميا لازم يخوض على الاقل 36 مباراة دولية في السنة. يعني وزعهم زي ما انت عايز. زائد الدوري الداخلي الدوري المحلي عنصر مهم جدا من عناصر قوة المنتخب او ضعفه. لو انت عملت دوري داخلي قوي هيفرز لعيبة اقوياء. لو عملت دوري داخلي ضعيف هيفرز لعيبة ضعفاء. فلابد من تنظيم دوري داخلي قوي، لابد من الاحتكاك الداخلي والخارجي، لابد من تنظيم دورات على قد ما نستطيع، لابد من تنظيم معسكرات خارجية للاحتكاك مع الفرق الأوروبية، وما ننساش برضو الاحتكاك مع الفرق الأفريقية. ليه؟ عشان الاحتكاك مع الفرق الأفريقية كمان لا بيديك صلابة. يعني لازم نعترف ونقول ان الـ 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 القوة البدنية للعيبة الأفريقيين تختلف عن القوة البدنية للعيبة الأوروبيين. القوة البدنية للعيبة الأفريقيين وانا اشتغلت معاهم وكنت مدير منتخب مصر مدة طويلة واحتكيت بالفرق الأفريقية، الاحتكاك بيهم قوي لأن هم بيتمتعوا ببنيان جسماني قوي. هي الفنيات اللي بتفرق بقى. الفنيات اللي بتفرق. دي اللي بتلاقيها في اللعب الأوروبي بالظبط. فأنا لازم احتك بالفرق الأفريقية برضو عشان اكتسب منهم القوة البدنية، واحتك بالفرق الأوروبية عشان اكتسب اللياقة الفنية والقدرة الفنية العالية. كابتن يحيى، الفريدة فيه ميزة جميلة قوي، ان هو اولا باين قوي ان مستوى اللياقة البدنية فيه عالي. ايوه. وبيقدر يعود. ايوه. نبتدي نتكلم بس على مباراة فرنسا لانها كانت فارقة، لان احنا كمصريين من متابعتنا كنا بنأهب روحنا. أيوه. ان احنا رايحين للمباراة النهائية والمفروض ان احنا النهاردة نقابل كرواتيا بدل فرنسا، ولكن حدث ما حدث. يعني ايه، عايزين نجاوب على السؤال اللي كل المصريين كانوا بيسألوه. احنا غلبناهم فرق 5 في المجموعات، ليه نتغلب فرق 2 في السيمي فاينل؟ لا خلاف على الاعداد البدني العالي.
الفرقه دي كانت بتتمتع باعداد بدني عالي لا خلاف على الاعداد الفني العالي. عارف اللي حصل ايه؟ ايه اللي حصل؟ مشكله ذهنيه مش نفسيه. ذهنيه. الولاد لعبوا 9 مباريات ورا بعض. بذلوا فيها جهد كبير قوي. وكانت بالنسبه لهم مباراه فرنسا دي تحصيل حاصل. يعني الاجهاد الذهني. اه. الاجهاد الذهني هو اللي اثر على سوء الاداء. احنا حصل بقى حصل مننا انفراد اكثر من 5-6 مرات بالمرمى. اوت. ويا اما بره يا اما الحارس المرمى بيصدها. حصل تسجيل علينا من على الدايره اكتر من هدف والهاف واقف والمهاجم على يمينه مع ان دي يعني في كره اليد مبدا بيقول لك ايه كارثه يعني تاخد المهاجم قدامك مش ولا وراك ولا جنبك تمام تاخده قدامك عشان تقدر تحوط عليه ما يلفش ويجيب لا ده في اكتر من هدف اتسجل من على الدايره الهاف واقف والمهاجم على الدايره على يمينه وبياخد الكره بمنتهى السهوله وبيسجل ده شيء من التوتر الذهني مش النفسي لا ده سببه الاقتراب من المنصه التتويجيه لاحظ ان الولاد دول صغيرين في السن وخبرتهم في الاحتكاك الدولي مش كبيره ونفسهم كانوا يحققوا حاجه يعني الجيل ده زي ما قلت لحضرتك قبل كده يا استاذ هاني هيدي كره اليد المصريه من 7 إلى 10 سنين قادمه ان شاء الله. طيب يعني نتكلم في حاجه تانية يمكن حضرتك هتقولها بعد شويه وهي التدريب جانب التدريب انا من ضمن المتحمسين جدا 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 اقولها من هنا للسنه الجايه للمدرب الوطني وليس المدرب الاجنبي لعوامل كثيره جدا عنصر التواصل يا استاذ هاني المدرب الاجنبي عشان يتواصل مع اللاعب المصري بينهم اللاعب المصري مين؟ مترجم المترجم الاحساس اللي المدرب عايز ينقله للاعب واللي هو بيأثر في 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 ادائه هل ده بيوصل 100% من خلال المدرب للاعب المصري؟ لا لان في بينهم وبين بعض في واحد في مترجم المترجم بيترجم انما ما بينقلش احساس ولا انفعال ولا الحماس ولا الشده بتاعت الماتش انت بقى المدرب الوطني في تواصل مباشر بينك وبينه وبعدين ما هو التجربه بتاعتنا الاخرانيه دي طارق محروس لا يقل كفاءه عن كل المدربين اللي كانوا في البطوله بالظبط الدليل ان هو واخد برونزيه ان هو كسبهم طيب البعض يقول لك ايه عنصر الخبره المدرب الوطني والمدرب الاجنبي طب انا بجيب المدرب الاجنبي بدفع له دم قلبي بالعمله الصعبه مش كده وبجيب مترجم مع المدرب الاجنبي برضه طيب طب انا علشان يعني اتخطى النقطه دي انا انقي من كل لعبه 10 12 مدرب على مستوى عالي واجيب 3-4 خبراء في التدريب عن طريق الاتحاد الدولي للعبه واقعدهم مع بعض شهر معايشه كامله بقى. معايشه كامله ويتحاوروا ويتناقشوا وياخدوا منهم كل اساليب التدريب وكل الخطط وكل التكتيكس على اعلى مستوى بعد كده اخد المدربين دول واخليهم يتابعوا بطولات العالم كلها سواء رجال سواء نساء سواء شباب حتى البطولات الافريقيه لان الرؤيه في الملعب غير الرؤيه في التلفزيون تمام لا انا بشوف تاكتكس الله لا التاكتكس ده جديد في بطوله من بطولات العالم وانا حضرتها كان التسجيل من الاجنحه يمثل 28% من الاهداف في المباراه ده رقم لازم نقف قدامه يبقى انا لازم اعد اجنحه على مستوى عالي ده الحاجتين دول ان انا استخدم ناس يقعدوا مع المدربين المصريين مهما صرفت عليهم في الشهر مش هصرف مرتب شهر من المدرب الاجنبي اللي انا جايبه زائد ان انا ابعتهم بقى بره يتابعوا البطولات
مجتمع بطولات العالم يشوفوا النيو تاكتكس، التاكتكس الجديده، احدث تكتيكات في العالم. الاعداد البدني ما هوش مشكله النهارده لان ده بالكمبيوتر. انا بجهز اللاعب، طبعا تجهيز لاعب الكوره غير تجهيز لاعب الباسكت طبعا، غير تجهيز لاعب كره اليد، غير تجهيز لاعب الفولي، ده معروف. لاعب كره اليد انا لازم اهتم بايه؟ اهتم بدراعاته، بكتافه، برجليه، مش كده؟ تمام. لاعب الكره شيء مختلف، الباسكت مختلف، وهكذا. اذا انا ما عنديش مشكله في المدرب الوطني، بالعكس انا عندي ميزه بالنسبه للمدرب الوطني يا استاذ هاني. وزي ما بقول لك عنصر التواصل عنصر مهم جدا في نجاح المدرب. يمكن حضرتك بتاكد على الجانب ده لانه واضح ان هو المدرب الوطني للمنتخبات الوطنيه في الالعاب الجماعيه لازم يكون وطني، وده اللي احنا عانينا منه في كره القدم في البطوله الاخيره، وبدليل ان اللي وصل للمباراه النهائيه مدربين وطنيين في بطوله افريقيا لكره القدم. ايوه. الفضل دقائق قليله بس عايز اخد راي حضرتك في المباراه النهائيه. طبعا كل التقدير السيد الرئيس انها يعني اشاد بالانجاز اللي قدمه فريق كره اليد وحصوله على البرونزيه وهنأهم، وان شاء الله يكون ليهم تكريم عند عودتهم باذن الله، ونقول لهم الف الف مبروك، وبننتظر منهم المزيد خاصه ان احنا على موعد مع بطوله العالم للكبار على ارض مصر في حدث كبير جدا لا يقل عن بطوله افريقيا اللي فاتت اللي احنا نظمناها لكره القدم، وان شاء الله تكون عند الموعد عام 2021. في النهايه النهارده هتتقابل فرنسا مع كرواتيا، كفه مين الارجح؟ كرواتيا. كرواتيا ليه بقى؟ مع ان ده حامل اللقب يعني. معلش بس كرواتيا فرقه عاليه. وفرنسا الماتش بتاعنا معاهم هدهم. تعبوا فيه. توقعي ان فرنسا هتخسر النهارده. توقعي. ويعني لعل توقعي ده ما يبقاش في محله يعني. انما انا بقول فنيا كرواتيا اعلى. كرواتيا اعلى. يا كرواتيا مشيت زينا كده كل المباريات فازت فيها. انا بس عايز يعني اتوقف عند نقطه يا استاذ هاني. سيادة الرئيس امبارح وهو بيبعت برقية تهنئة للفريق قال حتة مهمة جدا الناس ما خدتش بالها منها. بيهنئ الفريق لاعبين وإداريين وجهاز فني وطني. الكلمة اللي جت في البرقية اللي بعتها سيادة الرئيس للفرقة امبارح ده تأكيد على إن المدرب الوطني هو مستقبل الرياضة في مصر خلال الفترة القادمة، واعتقد ان فكر سياده الرئيس هيركز على هذه النقطه. الاجتماع اللي عمله مع رئيس الوزراء الدكتور اشرف صبحي طبعا ما عرفناش تفاصيله، انما واضح من التحركات ان الفتره القادمه هتشهد طفره في الرياضه في مصر وفقا لاحدث الاساليب العلميه بدعم كامل من الحكومه ومن سياده الرئيس. يعني في اراده قويه جدا طبعاً. متوفره طبعا، لان قد ايه الرياضه بقت قوه دافعه لمجالات كتير قوي. طبعا يعني احنا نجحنا في القضاء على الارهاب، نجحنا في ان احنا نعمل طفره اقتصاديه في عدد محدود من السنين ما كانتش موجوده. عملنا شبكه طرق يتحدث العالم كله عنها، عملنا قناه السويس، عملنا مشروعات قوميه، الميزان التجاري بدا يتحول شيئا فشيئا لصالحنا، البطاله بتقل، عجز الموازنه بيقل، كل دي حاجات انجازات كثيره جدا. هنيجي قدام الرياضه ومش هنقدر نعمل حاجه؟ لا، هنعمل حاجه ان شاء الله خلال الفتره القادمه. عوده هذا الفريق منتصرا ان شاء الله ومكرما، نعمل معهم ايه بقى؟ هو الفريق هيوصل بكره الساعه 2 الفجر من اسبانيا، ويعني علمت كده بالصدفه ان هيكون في استقباله الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه ورئيس اللجنه الاولمبيه، بالاضافه طبعا لرئيس واعضاء مجلس اداره اتحاد كرة اليد. وانا بتوقع ان هيبقى فيه جمهور كبير قوي منتظر هذا الفريق في المطار، زائد برضو ان اتحاد كرة اليد بيرتب للاحتفال بهذا الفريق على المستوى الرسمي والشعبي في القريب العاجل ان شاء الله. ده الجانب اللي هو التكريمي والجانب الاحتفالي، انا دلوقتي بتكلم على بعد انتهاء هذه الاجواء الاحتفاليه. لا بعد انتهاء بقى لا، هل نسيبهم بقى ونضخهم في الشارع الانديه بتاعتهم لا 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 ولا نعمل ايه؟ لا 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 لا، الفريق ده لازم نحافظ عليه ونلمه ونفضل متابعينه ونوفر له اكبر قدر ممكن من الرعايه البدنيه والصحيه والغذائيه والنفسيه. طب في عناصر تانية ممكن تنضم له؟ ممكن وارد. ده وارد طبعا وارد وارد
مفيش ثبات على حاجه. لا لو ظهر لعيب من خلال بطوله المحترفين او غيره وارد جدا. وبعدين على فكره اتحاد كره اليد من الاتحادات الرياضيه الوحيده اللي ربطت بين الشباب والمستوى الاول. لما عملنا دوري المرتبط لما كنا بنربط نتائج المرتبط الشباب مع الفريق الاول ونضم النقطتين على بعض، ممكن فرقه تكسب وتطلع الاول في العمومي وتخسر في المرتبط، ترتيبها ينزل. بقيت الاتحادات خدت مننا هذا الكلام بعد كده، بس احنا اول اتحاد ينفذ هذا الكلام. بالنسبه للبطولات القادمه على مستوى هذا العمر، الفريق اللي هيلعب البطوله القادمه بطوله العالم تحت 21 سنه على نفس المستوى ولا لسه؟ لا ممكن يكون احسن، بس احنا لسه طبعا ما اخترناش، لازم نبتدي من دلوقتي. ايوه بالظبط، لان نعد لبطوله العالم للشباب القادمه ان شاء الله. ان شاء الله من دلوقتي، زائد الحفاظ على الفريق ده، لان في عناصر ممكن تبقى منضمه للفريق تحت 21 القادم. في ثلاثة أربعة يعني، في منهم هيلعب هيبقى عنده خبره دوليه بقى، ممكن يدعم القادم يعني. في ولازم يبقى 36 مباراه دوليه دي نحطها احنا. انا بقول ده حد ادنى، وصفه سحريه حد ادنى كمان يعني، حد ادنى يعني حبذا لو 50 60 احنا مش يعني انت لو 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 رتبت مثلا 10 معسكرات خارجيه وداخليه السنه مع فرق اجنبيه ولعبت في كل معسكر اربع مباريات، هديك 40 مباراه. كابتن يحيى السيد المعلق الرياضي الكبير كره اليد، بشكر جدا لهذا اللقاء، نهنئ نفسنا ونهنئ حضرتك ونهنئ كل المصريين بانجاز كره اليد المصريه اللي تعودنا منها على الانجازات، وننتظر ايضا مزيد في المستقبل. انا اللي بشكرك جدا لهذا اللقاء. شكر خالص. مشاهدينا في كل مكان، سعدنا بوجودنا معاكم النهارده، فانتظرونا دائما ولقاءات اخرى قادمه وفريق عمل جديد غدا ان شاء الله من صباح.